الجلسات اللي حصلت الليلة بمحافظة ذيقار يعني مستشفى الحسين التعليمي مستشفى الحجر الصحي مأساة مأساة يعني ما أقدر أعبر عنها. يبدو أن العراق مكتوب عليه اللوعات مكتوب عليه المصائب جثث محترقة. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. medcom.id, a part of Media Group News.